لسنوات عديدة كان سكان مدينة بومباي يبارزون الله بالمعاصي، فلا يتورع الرجل منهم عن ممارسة الزنا مع ما تشتهيه نفسه من النساء بل والرجال والولدان الصغار أيضا، ووصل بهم الحال لممارسة العلاقات المحرمة مع الحيوانات التي كانوا يملكونها. وكانت كل تلك المبيقات يتم ارتكابها جهارا في وضح النهار وأمام أعين الكافة من سكان بومباي. وهنا تحديدا قررت السماء أن تتدخل لتصب جام غضبها على شعب بومباي بطريقة مفزعة لتقضي عليهم في لحظات وحتى قبل أن ينتبهوا لما يدور حولهم. فتعالوا معي كي تتعرفوا على قصة مدينة بومباي وكيف حول الله رجالها ونساءها إلى أصنام صخرية في لمح البصر بطريقة مفزعة وعجيبة. مدينة ملعونة غضبت عليها السماء فقررت أن تعذبها عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين قبلها. إنها بومباي الفاحشة التي أهلكها الله وجعلها آية بومباي الرومانية، إحدى المدن الإيطالية الواقعة على سفح جبل بركان فيزوف، والتي يطلق عليها مدينة الزنا لما عرف عن أهل المدينة من الانغماس في الشهوات، إذ كانت تكثر فيها بيوت الدعارة والنشاطات الجنسية. والمدينة الأثرية التي تم اكتشافها في القرن 18 من قبل أحد المهندسين خلال عمله في حفر قناة بالمنطقة تعج بالأسرار والخبايا التي ما لا زالت حتى اليوم لغزا رغم العديد من الأبحاث التي أجريت عليها. يقول العلماء أن بركانا مفاجئا دمر المدينة بالكامل حتى تحول جميع سكانها إلى جثث إسمنتية مدفونة تحت الرماد، بعد أن كانت مدينة تعج بالحياة والحضارة، حيث كانت شوارعها مرصوفة بالحجارة وأبنيتها متميزة بفن العمارة، كما كان فيها ميناء بحريا متطورا وحتى مسارح وأسواق. واكتشف الباحثون أن هذه المدينة احتوت على أكبر مجموعة من المنحوتات الجنسية الفاضحة واللوحات الجدارية التي كشفت العديد من النشاطات الجنسية غير الطبيعية كممارسة الجنس مع الحيوانات أو ممارسته مع أكثر من شخص أو حتى الممارسة مع شخص من الجنس نفسه. وضعت هذه الجداريات والمنحوتات لفترة في المتحف الأثري الوطني بمدينة نابولي الإيطالية، لكن بعدما شاهدها الملك فرانسيس الأول أثناء زيارته للمنطقة أمر بنقلها إلى المتحف السري حيث اعتبرها خادشة للحياء، وبقيت تلك الجداريات مخبأة بعيدة لأكثر من قرن. ويقول الباحثون أن أهل هذه المدينة الصغيرة كانوا يمارسون الجنس علانية حتى أمام الصغار، وكانوا أيضا يستنكرون من يستتر. بدأ البركان بالثوران ظهيرة 24 من أغسطس عام 79 محدثا سحبا متصاعدة غطت الشمس وحولت النهار إلى ظلام دامس. حاول سكان المدينة الفرار بعضهم عن طريق البحر، ولجأ آخرون إلى بيوتهم طلبا للحماية، وكان ذلك اليوم معدا لعيد إله النار عند الرومان. ووصف شاهد العيان الوحيد بلين الصغير المشهد قائلا إن السحب كانت متصاعدة والبركان كان يقذف نيران هائلة وتساقط رماد سميك وهزات مصاحبة وارتفاع لمستوى سطح البحر وما يعرف اليوم بتسونامي، وتحول النهار إلى ليل دامس في المدينة. والغريب في المدينة ليس فقط اندثارها لمدة تصل إلى 1600 عام، بل الشكل الذي ظهر به أهل المدينة نفسها بعد تلك المدة، حيث حافظوا على نفس هيئاتهم وأشكالهم التي كانوا عليها قبل انفجار، حيث ظهرت معظم الأجساد في مظهر مرعب للغاية وكأنها صارخة وهي تعاين عذاب السماء الذي باغت مدينة بومباي فجعل أهلها حصيدا خامدين. وفي النهاية ما رأيكم بهذا العذاب المبين الذي تعرضت له بومباي مدينة الفاحشة؟